لمتابعة آخر النبضات من الدوحة. موفد الحدث ليس بزاري، مرحبا بك ليس. يعني الشوط الأول على وشك الانتهاء، كيف هدوء وسكون حولك تماما؟ ألاحظ ربما هي لحظات ضبط الأعصاب. إليك ليس. نعم سعد الدين، يعني هدوء وسكون وتركيز في شاشة العرض التي تبث المباراة مباشرة من لوسيل، من ملعب لوسيل هنا في الدوحة، جنوب الدوحة. وكذلك ما نشاهد يعني الجماهير أو المشجعون، هناك صمت عكس ما كان قبل بداية المباراة، كانت أهازيج وأغاني فولكلورية سعودية، نحن جينا من كل مدينة، إن شاء الله الفوز بإذن الله. هذا ما كان يهتف هنا الشباب السعودي، ونأمل يعني أن يكون هناك نصر للمنتخب السعودي، والجميع هنا يعني ينتظر بفارغ الصبر هذا النصر إن شاء الله، وتأهل المنتخب السعودي للدور الثامن في كأس العالم هنا في قطر في الدوحة. وطبعا الجميع يعني فرح ومركز كمان مرة، يركز كثيرا. يعني حاولت أكلم بعض الأشخاص قالوا لي من الأفضل التكلم بعد المباراة، الآن كل عقولنا وتركيزنا في المباراة. وما ليس أنت الوحيد الذي يستطيع أن يتحدث الآن، ولولا على أقل من لولا ظروف المهنة لم تنعت. نعم. أيضا. لكن لفت نظري هذه الحشود الكبيرة. صحيح سعد، صحيح. حولك وهي خارج الاستاد، هذه أعدادها إلى وكبيرة. نعم نعم، يعني كان عادة استاد أو ملعب لوسيل يستسع لثمانين ألف شخص، ولكن أنا متأكد أن خارج هدف؟ لا، هذه هجمة وليست هدف لحد هذه اللحظة، لا ليست هدف سعد الدين، ولكن نأمل أن تكون بادرة خير أن يكون هدف لاحقا. ولكن طبعا عدد الأعداد الاستاد لوسيل يستسع ل 80 ألف شخص، وهناك الكثير من الأشخاص الذين لا يملكون تذاكر نجدهم خارج الملعب. ولكن هنا في البيت السعودي الذي لفتني أن جميع المنطقة، يعني أنا متأكد الأعداد تزيد عن 80 ألف في هذه المنطقة وحدها، لأن البيت السعودي كما ترى الحشود تجلس أرضا وتتابع المباراة، ولكن هناك حشود أخرى، الباب الرئيسي أغلق لسبب لعدم وجود سعة للأشخاص أشخاص آخرين. ولكن داخل خارج البيت السعودي على الطرقات والممشى، ممشى الكورنيش هنا في الدوحة، الجميع يعني يشاهد المباراة حتى من بعد، والبعض منهم نقدر نقول يعني يعيش على الأصوات التي يسمع. إذا كان هناك هتافات طويلة أكثر من 30 ثانية فإنه هدف أكيد، وإذا كانت الهتافات أو الصريخ إذا صح التعبير أقل، فهناك محاولة تسجيل هدف كما حصل قبل قليل. ولذلك يعني نشاهد الجميع ينتظر على وهجمة جديدة أتوقع. نعم هجمة جديدة، هجمة جديدة، هجمة جديدة للمنتخب السعودي. لا ليست هدفا للأسف. نعم. ولكن هذه محاولة ثانية، يعني حظنا منيح أنا وياك. نعم. جديد في هذا المباشر أن هجمة محاولتين لتسجيل هدف للمباراة في هذه المباراة. نعم يا ليس، يعني وأنا أرشحك للتعليق الرياضي، يعني يعني أعصاب. وهجمة ثالثة، خليك معنا سعد الدين، خليك معنا، يوجد هجمة ثالثة معك. لا طلعت برا بالتاكيد سنكون يعني هذه احداث الحدث، يعني من الدوحة. موفد الحدث ليس بزاري، شكرا جزيلا لك.